ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في اسبوع جديد، اسبوع كله امل واشراقة كده وحيوية، وان شاء الله ربنا يجعل يومكم زي الفل زي قلوبكم. النهاردة جايبة لكم اكلة عظمة، جايبة لكم اكلة العرسان والعرايس. جايبة لنا ايه يا سارة؟ الحمام. انتوا اللي طلبتوه وانا جاية عشان البي الندى. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده الحمام المحشي، جايبه لكم بطريقه سهله وسريعه، مفيش كده. بصوا بقى، اول حاجه هنقول المقادير وبعدين على طول هندخل على طريقه التحضير. اول حاجه عشان نعمل حمام محشي رز هنحتاج لجوز حمام. انا جايبه لكم النهارده مقادير جوز حمام، يعني حمامتين. بص يا ستي، هنحتاج زيت وسمنه، كبد وقوانص الحمام متقطعه مكعبات، يعني الحمام ده بيكون جاي معاه الكبد والقوانص بتاعته. احنا الكبدتين والقنصتين دول هنعملهم ازاي؟ هنقطعهم بالشكل الحلو ده قطع صغير. هنحتاج لبصل متقطع مكعبات صغيره. بصي بقى، انا عايزاكي تركزي معايا، عشان تعملي جوز الحمام دول هتحتاجي الاربع معالق زيت، معلقه واحده من السمنه، كبد وقوانص الحمام، بصله كبيره متقطعه مكعبات صغيره قوي، ثوم مفروم خشن نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، ملح فلفل اسود، قرفه مطحونه، سبع بهارات. يا ساره دلوقتي انت ما حددتيش. لا يا ستي هنحدد. معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من القرفه المطحونه، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، رشه بسيطه خالص من جوز الطيب، مش حابه فيه براحتك، بس بيدي طعم قوي وجميل قوي. وهنحتاج لكوبايه من الارز المصري مغسول ومتصفي، يعني الحماميه بتاخد نص كوبايه من الرز، احنا هنعمل حمامتين فهنحتاج لكوبايه واحده. تمام؟ وهنحتاج بقى بهارات صحيحه للسلق، ورق لورا وفلفل اسود وحبهان وقرفه وملح. كمان هنحتاج عشان سلق البوكيه جرنيه، هو عباره عن بصل وكرفس وثوم وجزر، وهنحتاج ربع كوبايه من كريمه الخفق، وهقول لك ربع كوبايه الكريمه الخفق دي ليه؟ عشان تطلع معاكي الحمام بلون ولا احلى من كده. طب ما عندكيش كريمه خفق او كريمه طبخ، ولا يهمك، هتستخدمي الحليب العادي، وهقول لك هنعمل ازاي. وهنعمل بقى ايه بقى؟ هنعمل جنب بقى الحمام ده شويه ملوخيه بشوربه الحمام، يا نهار ابيض. هنحتاج لملوخيه، كيس ملوخيه فروزن، او ملوخيه انت عاملاها في البيت مخرطاها عادي جدا، بس انا هوريكي الملوخيه الفروزن هتعمليها ازاي، لان طبعا الملوخيه الفروزن ليها طريقتها والملوخيه الخضراء ليها طريقتها. النهارده هنعمل ملوخيه فروزن. هنحتاج لبيكنج صودا، ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا، ومكعب مرق، وشوربه الحمام، وسمنه، وثوم مفروم، وكزبره. بصي بقى يا ست الكل، احنا عايزين ايه؟ نشتغل على طول علشان ما نضيعش وقت. بصي، اول حاجه حل على النار زي الفل كده، هنضيف فيها الزيت. الحمام بقى ده ايه؟ اكله العرايس. دايما تلاقي كده في المناسبات العامه يقول لك ايه ده، دايما يعني عريس والعروسه اول ما بيخشوا من الباب كده ويلاقوا صينيه العشاء بتلاقي موجود فيها الحمام. ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي ليه. احنا بس مش عايزين نضيع وقت، عشان ايه؟ الاكلات الحلوه دي ببقى عايزه اعملها بتأني، وان انت لما تتفرجي عليا دلوقتي تتفرجي تشوفي كل التفاصيل وتطلعي بجد مستفاده من الحلقه وتعمليه، ولا بقى يفرقع معاكي، ولا بقى يعني يخذلك، لا، ولا هيطلع منه الرز والحشوه بتاعته بره. ده احنا هنعمل بمنتهى السهوله الحمام. يعني انا اصلا يعني وانا بكتب كده اشتقت ان انا اروح اعمله النهارده. كلمتهم قلت لهم طلعوا، ولو يعني حد سامعني دلوقتي يا ماما طلعي طبق الحمام من الفريزر عشان اول ما نروح نعمله. اكله الحمام دي بتكون دايما اكله المناسبات. يعني ايه؟ عيد جوازك تلاقي نفسك عامله حمام، عيد ميلاده وعامله حمام، عيد ميلاد جوزك. يعني دايما اكله الحمام دي بتكون حلوه للمناسبات. ريحه السمنه البلدي، بصوا اول ما شمتها كده يبقى السمنه ساحت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل بالبصل المفروم. تمام كده، البصل عندي يا مفروم خشن يا متقطع لمكعبات صغيره. هنعمل مع بعض شويه رز، يا نهار ابيض ياخدوكي في حته تانيه خالص، وهوريكي كمان